شاملة لمادة اللغة الإنجليزية وكل ما يخص هذه المادة من قواعد طبعاً وإنشاءات وقطع كتاب وتوصيلات وتعاريف والقصص الموجودة بالمادة. طلابنا الأعزاء، بالنسبة للشرح راح يكون شرح مفصل ودقيق طبعاً، ونأخذ بكل جوانبه، وأيضاً الأمثلة اللي راح تشوفونها على السبورة موجودة واللي راح نحلها سوا راح تكون هاي الأمثلة وزارية وسابقاً وردت في الامتحانات الوزارية. تمام؟ عندنا اليونت الأول اللي هو Describing Places، وصف الأماكن. طبعاً عندنا وصف الأماكن لاستخدام أو لوصف الأماكن هنالك أداتين نستخدمهم اللي هي There is و There are. طبعاً الشرح راح يكون حسب أقل مستوى اللي موجود ويشاهدنا اليوم. طلابنا، بالنسبة لل There is و There are ذني أدوات نستخدمهن لنوصف بيهن الأشياء، يعني معناه هنالك، أوكي؟ لكن There is تأتي مع الاسم المفرد، أما There are مع الاسم الجمع. زين، هسه واحد من الطلاب يقول أستاذ إحنا مثلاً يقول إحنا ما عندنا أساس، ما نعرف الاسم المفرد من الاسم الجمع. تمام؟ زين، ممكن يعني فد أدوات نعرفهن أو إشارات أو دلائل عليه. تمام، تعالوا هاي الدلائل اللي راح تكون على المفرد اللي هي أي وأي أن، أدوات التذكير اللي هن نستخدمهن قبل الاسم المفرد اللي هن أي وأي أن. تمام؟ زين، There are شنهن؟ الاسم الجمع، دائماً الاسم الجمع ينتهي بأس، مثلاً car لو cars، cars طبعاً. زين، shop لو shops، طبعاً shops. بذني بس بي اس؟ لا، مسبوق بهذه الأدوات، أدوات أو المحددات التالية اللي هي some، lots of، few و any. حط تحت أني كذا خط ملاحظة. أني مهمة جدا بالنسبة للوزاري، تأتي على شكل أو تأتي مع السؤال والنفي. هسه واحد من الطلاب يقول أستاذ إحنا مو قلنا لك ما عندنا أساس، شنو السؤال؟ إذا لقيت الجملة بها علامة استفهام تختار أني. زين أستاذ ما قلنا لك ما نعرف شنو النفي، النفي تعالوا وياي. لو تلقى نوت بصريح العبارة أو بالمختصر أنتي، أوكي؟ لو تلقى نوت معناها نفي الجملة، لو تلقى أنتي مثلاً didn't، doesn't، don't، aren't، أوكي؟ هنا نحن راح نستخدمها ونلقى كلمة aren't إذا بالنفي، تمام؟ طريقة السؤال بالوزارة شلون تجيني؟ تعالوا هاي خلنا نشوف. example يقول there are لو there is ها a shop in our town choose. يلا طال قلوا لي شنو الاختيار الصحيح اللي راح نختاره. زين نعيد السؤال، there are لو there is a shop in our town، راح احط لك يعني احط لك خط على الدليل مالتك، شنو الاختيار؟ صحيح، اجابتك صحيحة، الاي تأتي مع there is. جيد، الاي تأتي مع there is، اذا الاختيار الصحيح هو there is. جيد، يقول there are لو there is cars in the street choose، يعني choose اختار. تمام؟ There are لو there is، شنو الاختيار الصحيح طلابنا؟ اختار. أعطيك الدليل هسه، هاك الدليل هذا. قلنا ذا بي الاسم بي اس الجمع، شو نختار له؟ نختار له صحيح إجابتك. There are، جيد. زين، بس اختيارات أستاذ يجينا؟ لا مو بس اختيارات، لا عاد شنو يجينا؟ تعالوا شوف شو يجيك. There is an escalator
يعني سلم كهربائي in the mall. شو يريد من عندي؟ question. question. اكتب هاي الملاحظة. ملاحظة. في حالة طلبة منا سؤال بين قوسين question. زين هاي حالة شو سوي؟ فقط نقدم الاز والار. لاحظوا شو راح اكتبهن؟ از والار في لاحظ في بداية الاز كتبتها كابتل لان راح يتحولن في البداية. اوكي الاز كابتل والار ايضا كابتل. شنو اللي عندك راح تحولها بالبداية؟ في بداية الجملة ثم نضع علامة استفهام في نهاية الجملة. جيد. تعالوا هاي نحلها. هسه يقول لي في حالة طلب منا سؤال. شو يعطيني بين قوسين كلمة question؟ شلون اعرف يطلب من عندي؟ يعطيني كلمة question. فقط نقدم الاز والار في بداية الجملة. ثم نضع شني؟ علامة استفهام. بس ما نعرفها. هاي علامة الاستفهام. اوكي؟ ماكو مشكلة. ما احكي وياك انت اللي فاهمها. لا. وغيرك. هسه ايش عندي هنا؟ يقول there is in a Zuleika in the mall. question يعني شني؟ اعمل سؤال، سويها سؤال، يصير لك سؤال، اوكي؟ ايش عندي هنا؟ استاذ الاز قدمها بالبداية عافية. لكن نحط كابتل لتر، جيد؟ يقول there تنزل. جيد. الاز نكتبها بعد؟ لا ما نكتبها، ليش؟ لأن قلناها احنا أساسا، اوكي؟ in a Zuleika وكمل الجملة كاملة. لا 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 لا. ثم علامة استفهام. تمام؟ بس ايش تجينا استاذ؟ يعني بس نحولها سؤال لو بعد اكو مثلا الها وحدة بعد هسه ناخذ عليها جملة غير هاي الجملة اللي راح ناخذها. Are there frogs sweet shops near your house؟ هل هنالك محلات حلويات قريبة على بيتك؟ يقول لك اختار some a lot of any. شنو نختار؟ some lot of any. استاذ والله دفنا كلهن يجمع الجمع واحنا عندنا ار مع الجمع عافية. لكن عندك وحدة بهن ما تجي يعني وحدة بهن يونيك فريدة من نوعها. يعني اللي قلنا عليها نحط عليها ملاحظات يا هي any. شوفها تأتي يا من مع السؤال ومع النفي، ويوم تأتي مع السؤال ومع النفي. لاحظ هنا أنا are there إيش عندي؟ عندي علامة استفهام. يعني شنو هاي؟ صيغة السؤال. يعني إيش نختار؟ there طبعا هنا أكو بالنسبة لل are هي جاية في البداية. أوكي معناها شنو؟ معناها أيضا سؤال. كأن ما انتبهت عليه على علامة الاستفهام. احنا ايش قلنا؟ قلنا اذا اجت الاز والار في البدايه يعني سوينا احنا سؤال. هسه جايتك الار في البدايه. جيد. اذا اختيار ايش راح يكون؟ استاذ اختيار راح يكون اني، لان الاني تاتي مع السؤال والنفي. انا عندي هنا سؤال اختار اني. جيد. اختارها بالاسمول نفس ما مكتوبه. جيد جدا. هذا الاختيار مالتها راح يكون. زين. اكو بعض صيغة سؤال على النفي؟ اي اكو. طبعا ناخذ لنا سؤال على النفي، مثلا يقول there is مثلا there is car in his house. لاحظ هنا ايش قال لي؟ قال لي في حالة نيجاتيف. شنو نيجاتيف؟ سبق وان قلنا في حالة نيجاتيف معناها شنو؟ معناها نفي. نيجاتيف شنو معناها؟ معناها نفي. زين، أنا في حالة النفي لاحظ ما عندي عليها ملاحظة، راح أكتب لكم ملاحظة. ملاحظة.
في حالة النفي فقط نضع شنو نوت، هاي بين قوسين قلت لك نوت احفظها بعد الار، طبعا الار والاز شنو اللي عندك تضع بعدها نوت اذا طلب من عندك نفي. صار شلون اعرف يطلب من عندي نفي؟ من كلمه نيجاتيف معناها انفي. اوكي يلا جيد، تعال وياي شو نسوي هسه؟ ننزل الذير زين، بعدها الاز تنزل زين، هو طلب من عندي نيجاتيف ما انسى اضع النوت. استاذ يصير اضعها مختصر؟ واحد من الطلاب يقول اضعها مختصر؟ اي عادي يصير ذير ازنت كار ان وهكذا لا 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 تمام. هنا طبعا طلابنا الاعزاء هذا الموضوع بكل سهوله يعني شرحنا لكم اياه وفصلنا لكم اياه وجميع الاسئله الوزاريه اللي هي تاتي في الامتحانات الوزاريه للسنين السابقه طبعا هاي موجوده عندنا، بس انا ما كتبت لكم مثلا سنه كذا سنه كذا ما كتبت لكم اياها تمام، لان مبينه هي واضحه انه اسئله الوزاريه. هواي من الطلاب ملاحظه صغيره، هواي من الطلاب يخافون من الوزاره ويقول الوزاره والوزاره، صحيح ذكرناها سابقا المحاضره السابقه. موضوع وصف الاماكن ياتينا بالسؤال الثاني، فرع اي او فرع بي دو از ريكوايرد او ياتينا من فرع بي الاختيارات تمام. اما ذا تايم الوقت ياتينا في السؤال الثاني ايضا فرع اي دو از ريكوايرد يطلب منا ان نحول الوقت كتابة. اوكي وطبعا لتحويل الوقت كتابة ملاحظة، لكتابة الوقت يجب حفظ الارقام كتابة. استاذ نحفظ كل الارقام؟ لا، تحفظ من الواحد للعشرين كتابة 1 2 3 4 وهكذا زين. استاذ والبقية شلون؟ انا اقول لك تبقى مثلا تجيك هي مثلا 25 دقيقة او 30 دقيقة تحفظ لي 30 وال 40 وال 50 يعني ال 30 وال 40 وال 50 وياهم يعني. مثلا جتني 25 دقيقة تكتب 20 انت حافظ منها كل خمسة مثلا 5 اوكي 25 اوكي. هاي بالنسبة لحفظ الارقام مو تجي تحفظ لي اياهم كلهن وانت ما عندك متسع من الوقت، او اذا عندك متسع من الوقت لا ماكو مشكلة احفظهم انت حافظهم عاشتيتك. يلا حالات الوقت، حالات الوقت هنالك ثلاث حالات للوقت. الحالة الأولى عندما يكون الوقت طبيعي نكتب ايش نكتب؟ طبعا نكتب اتز. الاتز بكل الحالات نكتبها، خليها ملاحظة ببالك، أول ما تريد تكتب الوقت لازم تكتب الاتز بكل الحالات، يعني بالبداية تكتبها اتز زين زائد الساعات. وهاي الساعات وين القاها؟ القاها على يدي الشمال، اوكي؟ زائد ثم الدقائق. اتز الساعات ثم الدقائق. شلون يجينا الوزاري؟ مثلا اكزامبل قلت لك كل هاي الاسئله وزاريه. الساعه بثلاثه وعشر دقائق. تل ذا تايم. طبعا هنا يقول لك تل ذا تايم اخبر الوقت، اخبر الوقت. جيت اخبر الوقت جيت يا ساعة ساعة بثلاث وعشر دقائق قلت لك عليها ملاحظة؟ لا ساعة طبيعية؟ اي طبيعية. ايش تكتب؟ استاذ نكتب كلمة اتز عاشتي لك يا بطل. ليش؟ انا متضمن لعشتك زين. الوقت يا ساعة ساعة بثلاثة تكتب 3 كتابة قلت لك تكتب 3 زين. بعدين ساعة ثم دقائق ليش؟ ايش قد دقائق؟ 10 عشر دقائق جيد يا بطل. هاي حصل لك درجتين من عدها. الساعات كل سنه لازم هن موجودات بدايه يعني السؤال الثاني اوكي. ايضا عندنا اكزامبل ثاني الساعه بالعشرة و15 دقيقه 10:50 او 10:15 تل ذا تايم نعرف انه تل ذا تايم اخذناها اخبر الوقت جيد. شو يقول؟ ساد نكتب اول شيء ات از جيد هاي ات از ثم سال الساعات هاي الساعات لا سال عليها الشمال وينها هاي جيد يعني بيش الساعة تصير سال الساعة بالعشرة نكتبها 10 كتابة 15 أيضا نكتبها كتابة جيد
هاي الحالة الأولى، الحالة البسيطة ما بها أي شيء، أيضا البقية بسيطة وأبسط من الحالة. الحالة الثانية لا، هذا مهم كلش، يعني يتكرر أكثر شيء بالوزاري. إذا كان الوقت نظام 24 يعني الساعات تكون أكثر من شقد، نظام 24 كل احنا ممكن يعني كل احنا كبار ونعرف لهم، يعني الطلاب أقصد البقية كلهم يعرفون نظام 24، يعني تكون الساعات أكثر من 12. موبايلاتنا موجودة بالقنوات التلفزيون أيضا موجودة، مثلا المسلسل الفلاني يبدي مثلا كذا ساعة، مثلا الساعة 15 الساعة 20 أوكي، يعني أكثر من 12 ساعة. بهاي الحالة شو نسوي؟ نقوم بطرح 12 ساعة من الوقت، الوقت المطينيات الساعات مو أكثر من 12، نقوم بطرح 12 ساعة، ثم يظهر الوقت الحقيقي. شلون؟ مثلا الساعة 13، احنا ما عندنا نظامنا جد نظامنا 12، انا ما 13 لازم اطلع الوقت الاصلي اوكي، وما اكتب له 13 15، لا ما يصير. شو قلنا؟ اقول 13 ناقص 12 يساوي 1. اذا ساعتي الحقيقية هنا ايش راح تكون؟ راح تكون 1 اوكي، يعني بدل 13 راح اكتب 1. ليش؟ لان نقصنا من عنده، اذا نظام 24 انقص من عنده 12 ساعه. وهو ايضا الطلاب يتخوفون من هاي الفقره، واحذر تنقص او تطرح من الدقائق، قلت لك الساعات تكون على يدك الشمال. يلا ايش نكتب؟ صار نكتب كلمه التز، انت قلت لنا كل الحالات نكتبها، عاشت يدك اكتبها لا تخاف. التز يا ساعه 1 جيد، مش قد 15 جيد. زين ناخذ اكزامبل ثاني، التز 17 يعني ساعة 17 10، يعني 17 و10 دقائق. شد يصير وقتي استاذ؟ نطرح من 17 ايش نطرح؟ 12. زين قد يساوي؟ استاذ يساوي لنا 5، 17 ناقص 12 يساوي لنا 5، اذا الوقت الحقيقي ايش قد؟ الساعة 5. ايش اكتب له؟ استاذ نكتب التز، هاي التز. زين ايش نكتب؟ الخمسة مكان 17 قلنا 5، نكتب 5 جيد. والدقائق نكتبها نفسية ما ندخل بها 10 10، تبقى نفسية عاشتي. هذا اعتقد ما بي اي مشكلة ولا عندنا بي مشكلة راح تكون ابدا. زين الحالة الثالثة، شوف شلون بسيطة الحالة الثالثة، تعالوا. اذا كان الوقت ضبط ليس هنالك دقائق اضافية، يعني ساعة بالوحدة، ساعة بالثنتين، ساعة بالثلاثة، ساعة بالأربعة، أوكي؟ ماكو يعني لها دقائق إضافية. إيش نكتب؟ التز نكتبها زائد الساعات. زين؟ الساعات شنو مطيناها؟ أكتبها نفسيتها. زائد كلمة أكلوك. أوكي؟ كلمة أكلوك. طبعًا الجيل الساعة بيش؟ بالوحدة. هاي ترى مو 55، دير بالك هاي 00، أوكي؟ إيش نكتب؟ نكتب التز. كتبنا بساعة 1 ونكتب استاذ اكلوك، خاف تنسى ذن الصفرين خلي يشير لك هذني الدبل او، اوكي هاي او وهاي او اكلوك، هاي انتهينا من عندها. شوف حق ملاحظه صغيره، الوقت طبعا جت بالدور بالتمهيدي اجت شطات، انطاهم الوقت دمجتهم الاولى الثانيه الحاله الثانيه والحاله الثالثه. يعني شو انطاهم؟ انطاهم مثلا قال لهم ثلث تايم الساعه بال 18 ضبط. هسه هاي شغل من عندي بها اثنين، بها شغلتين، يعني الاولى وقت ضبط مضبوطه زين، والثانيه نظام 24. لازم انا شو اسوي؟ اقول 18 ناقص 12 يساوي 6، إذا الوقت الحقيقي 6. 6 وهي ضبط، لازم استخدم الحالة الثالثة. أوكي؟ شو أقول؟ أقول it is 6 o'clock. واحد من الطلاب يقول أستاذ أنا كتبت لكن ما كتبت it is، نقص درجة. أستاذ أنا كتبت لكن ما كتبت كلمة o'clock، أيضا نقص درجة.
واحد من الطلاب يقول استاذ انا كتبت نفسيتها مثلا 18 خليتها 18 15 خليتها 15 هذه مو نقص درجه هاي كلها خطا اوكي وان شاء الله الله يشفيكم شر الخطا وانتم ابطال وما راح تنسون هاي الملاحظات وهذا الشرح واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم وان تصلون لاعلى المراتب وان شاء الله اشوفكم في اعلى المراتب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.